وقت الظلم بيمحي الحب وبيزرع أسى، بيخلق كره بيعمل قلب الرقة بتنتسى. وقت الظلم بيمحي الحب وبيزرع أسى، بيخلق كره بيعمل قلب الرقة بتنتسى. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق، أو لك رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق، أو لك رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن بكرة يمحي مبارح ويصح الأحلام، واللي كان مبارح جارح تجرح الأيام. يمكن بكرة يمحي مبارح ويصح الأحلام، واللي كان مبارح جارح تجرح الأيام. يمكن قلب الحبك ينسى، يمكن قلب الحبك ينسى، يمكن قلب الحبك ينسى ويمكن يشتاق. الكل تحت اجري انا الباشا. انا شاركي يعني بدي اياكي. العواد يا باشا، العواد يا باشا. جرح الغدر ما بيطيب وبيقسي الاحساس، والأقسى جرح الحبيب وغدر أقرب ناس. جرح الغدر ما بيطيب وبيقسي الأحساس، والأقسى جرح الحبيب وغدر أقرب ناس. يمكن قلب الحبك ينسى ويمكن يشتاق، أو لك رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق، يمكن رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن بكرة يمحي مبارح ويصح الأحلام، واللي كان مبارح جارح تجرح الأيام. يمكن بكرة يمحي مبارح ويصح الأحلام، واللي كان مبارح جارح تجرح الأيام. يمكن قلب حبك ينسى، يمكن قلب الحبك ينسى، يمكن قلب الحبك ينسى ويمكن يشتاق، أو يمكن يشتاق. بعتذر إذا عم بتدخل، بدي أقول لك شيء. يعني مزعلك شيء كتير كبير بعرف، بس ما بيستاهل دمعة من عيوني. ليش انت شو عرفك شو اللي مضايقني؟ عم تجي مرتين على نفس المطرح وعم تبكي، يعني شي كبير. الحياة قصيرة وكتير فيها مشاكل وقصص بتبكينا وبتزعلنا. إذا كل قصة بتمرق بدنا نضل نبكي عليها، رح نقضي عمرنا عم نبكي. شو ما كان صاير معك أنا بحس إنه حرام تفكري فيه، يعني حرام عليك أنت تزعلي حالك وتفكري فيه إلا إذا كنت فاقدة حدا. لا لا، بعيد الشر. طيب طلع لقدام مش لورا، شوف الدنيا حلوة. صدقيني اللي وراكي وراكي ورح يضل وراكي. تعرفي شو؟ أنت مش بس بنت حلوة، أنت حلوة ومبينة بنت عائلة كمان. يعني والله ما عم بفهم ليه هالقد موترة، ما عم بيصير مثل ما بدنا. ما بعرف، ما جيتوا لهون قلقتني كثير. شوكة بتعرفي كثير منيح انه رح يجي يسأل. ما بعرف، بس انه هيك كان معصب كثير وما... وشو؟ وشو شوكة؟ ما بعرف، بس هيك انه مبين عليه مقهور كثير من يلي صار. طبيعي يكون مقهور، شيء اكيد. عمي رح تجننيني، انت بدك تقتلي عنب ولا بدك تقتلي الناطور؟ شوكة
كل اللي عم بيصير لمصلحتك وانت بالك بهيدي البنت؟ خلص انسيها، ما عم بفهم. بدك تحطي براسك شغله وحده وبس، وحيد وكيف رح توصلي له؟ هيك من الاول. الله يستر الله يستر. وين شوكات؟ شو بك يا باشا؟ شوكات خير يا باشا؟ نعيم شو عم يسوي بالارض؟ ليش سكتي؟ احكي رؤيا باشا. انت صار عاملين لنا قهوه. لا طوعي الموضوع. قليلي نعيم شو عم يعمل بالارض؟ رؤيا باشا فكرت في شي مصيبه لا سمح الله، طلعت قصه نعيم. طبعا قصه نعيم باشا. رحت حتى اشوف هالارض، لقيته هونيك، قال لي انه الارض كانت لإله. قلت خي كثير منيح، خليه هو يشتغل فيها، انه مين ادرى منه بارضه. كانت ارضه. ايه قصدي انه كانت ارضه. بس هيك؟ ايه يا باشا، شو بدي اخبي عنك؟ تاني مرة لما بدك تعملي هيك شغلة بتسأليني، مفهوم؟ بأمرك، حقك علي. أنا بجيب لك حدا. خلص معك حق. شوكت اسمعيني منيح، الله يرضى عليك. هاي الأرض لما أعطيتك إياها ما أعطيتها لحدا غريب، أعطيتها لحدا قريب مني كتير، وأنا هاي الأرض بعتبرها أرضي. درت لك هاي؟ أكيد يا باشا، شو في فرق بيني وبينك؟ هيك أنت عيوني، مو بس عيوني وقلبي يا أبيض اللون. ومن هي بنت هالحرام؟ ما عرفت يا عمي، ما عرفت. ما بعرف شو بدي أقول لك. ما تقول شي يا عمي، ما تقول شي، بس ما بدي حدا يعرف الموضوع. ها؟ لا لا ما تعتلهم ولو، بس قل لي شو بدك تعمل؟ بدك ياني روح احكي مع عباس افندي؟ ما له معنى، اذا سامي ما بده هو بده يكون بده. طيب انا رايي انك تروق هاليومين وخلي الايام تبين القصص. طيب لوين؟ عندي مشوار. ما بدك تشوف خيك امين؟ شكله مطول امين، برجع بشوفه بعدين انا. طيب الله معك، انتبه لحالك. ماشي، مع السلامه. الله يعينك يا وحيد، الله يعينك. كرمال هيك أنا بعيش حياتي وبقول لحالي كل يوم ما بدي أخلي شيء يضايقني شو ما كان يكون. يمكن معك حق، بس لازم على طول نفكر بالأشياء اللي صارت معنا، مش هيك؟ مزبوط، بس ليش؟ كرمال ما نوقع بيلي وقعنا فيه قبل. ليك أنا ما بعرفك منيح، بس اللي حسيته لهلا بقول لك إنك بتستاهلي كل خير، تستاهل تكوني مبسوطة بحياتك. أنا صار لازم فيلم، تأخرت. أنت بتعمل اللي بريحك. رح شوفك بكرة؟ إنه إذا ما عندك شيء. ما بعرف. طيب أنا رح أجي لهون أنطرك. شو؟ بجرب، بس يمكن أتأخر شوي، بركي بعد المدرسة. حضرتك استاذة مدرسة؟ مظبوط. ما بدك تقولي لي اسمك؟ سامية. عاشت الأسامي يا سامية. شو بنا؟ لا عم تضحكي ولا شيء، كأنه أخذ على خاطرك مني. لا يا باشا، بس هيك ما بحب لما بتشك فيه. لك يا شوكات أنا ما شكيت، بس طلع الدم لراسي لما شفته للرجال عم يشتغل بالأرض. لك أنت قولي لي. بسيطة، مرقت على خير. مو مرقت على خير، من هلا ورايح كل شيء رح يمرق على خير. شو قلتي؟ شو؟ نتجوز. نتجوز؟ دي فكرتك عم تمزح. شو عم تحكي انت؟ انا عم بمزح؟ انا ما بمزح بهيك شغلات. بس شو؟ ليكون ماني عاجبك شوكات او اني اكبر منك بشوي؟ لا يا باشا، شو هالحكي؟ لكان شو؟
ما بعرف، اتركني فكر شوي. خلاص بعطيكي جمعة تفكري. اف جمعة؟ شو هالقد مستعجل؟ لك أكتر ما بتتخيلي. تاني عادي جنبي. لا باشا، هلأ بيطلع حدا من البنات بيشوفنا. لا شو هالحكي؟ معناتها فكري يومين بس، الجمعة قال. شو بك خيي؟ أسني يا زلمة، فكرتك حرامي. لا خيي لا، كنت بالمحل وتذكرتهم لما شفتك، قلت أكيد بتكون نسيتهم، كرمال هيك جيت حطيت لهم شوية أكل ومي. سلم إيديك. خيي بس ما عندك أكل بكفي. لا هلا أنا بطلعهم. منيح. وحيد شو بك خيي مش على بعضك؟ امبارح مرقت أنا وخيك أمين لعندك على البيت كرمال نروح عند الجماعة وما لقيناك. بعدين خيي، بعدين فهمك كل شيء. بشرفك قلي شو عم بيصير معك خيي؟ صالح أنا زهقان وما لي جلادي أحكي، بشرفك خلاص نلتقي بالليل وبنحكي. طيب طيب، دخلك؟ شفته لخيك أمين؟ رحت لعنده على البيت، إيه ما لقيته. خلص عشية هلا بنسهر وبنحكي. طيب خيي طيب، مثل ما بدك. خلص روح على شغلك أنت، تسهل. سلمهم يا صالح. ولو يا خيي ما عملت شيء، المهم أنت روق وإن شاء الله كل شيء بيصير مثل ما أنت بدك. إن شاء الله. يلا السلام عليكم. الله معك. يلا ألف الحمد لله. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أستاذة. وين رحتي؟ هلكت وأنا عم دور عليك. وكلت بهدلة من عباس أفندي. خلص ما تعتلم، أنا بحكي لك معه. أستاذة سامية؟ إيه؟ عباس أفندي جوا ومعصب كمان. وين كنت سامية؟ ماشي دق نفسك، كنت عم تتمشى شوي. أنت عم تتمشي ولا رحت شفتي؟ لمين بيي؟ لمين يعني؟ لهالواط البسخ؟ أكيد لا. سامية طلعي بوشي منيح، ما تكذبي. لو بدي روح شوفه كنت خبرتك بيي، أنا ما بكذب. وأنت بتعرف كتير منيح تربيتك. لكن قولي وين رحتي؟ مثل ما قلت لك. سامية أنت بتعرفي منيح يا بيي إني أنا بخاف عليك كتير. بعرف بيي بعرف. وبدي أقول لك شي، قديش انت بتكرهه لوحيد. انا اكتر منك بيي صدقني، وانا هلا بتمنى انه يموت وما بقى اشوف خلقته بحياتي. بس انت روق علي شوي، روق. انا غلطت وخليني اطلع من هالقصة لوحدي، ما بدي لا حراس ولا حدا. وصدقني وحيد طلعته من قلبي وخلص ما بقى يرجع. ان شاء الله يكون هالحكي صحيح. انت بتعرف منيح انا ما بحب شوفك زعلاني ابدا يا بيي. وساق ببنتك بيي، وساق فيها. بكرة شوف. ما بدك تقولي لي اسمك؟ سامية. عاشت أسامي يا سامية. أنت هون؟ أي متى جيت؟ بعدنا فايت. إجا خيك وحيد ليشوفك. والله؟ إيه، نطرك منيح. كنت حابب شوفه، كتير مشتاق له. ليش لا؟ روح شوفه. روحوا التقوا انتو ثلاثة، ما كنتوا تفارقوا بعضكم. حتى صابر بتتذكر؟ ايه بتذكر. عمي شو كان صاير مع وحيد امبارح؟ فهمت منه شيء؟ اخ على وحيد وحظ. خير؟ صاروا مرتين، كل ما تيجي لتزبط بيطلع لهم شغلة بتخربت القصة من أساسها. لهالدرجة؟
ايه كأنه ما قاله نصيب يكونوا لبعض. يا لطيف زعلتني. ايه والله كلنا زعلنا عليه. طيب ومين هالبنت؟ بنت مين يعني؟ هذه بتكون بنت رئيس المخفر واستاذ بالمدرسه كمان. البنت مرتبه وبيها كمان مرتب. عمك كم استاذه في بالمدرسه؟ لا واحده ما في غيرها. شو بيك صافي؟ شو شرط؟ لا ولا شيء. عم فكر بوحيد يعني وقصته مع هيدي البنت. الله يعينه. ايه الله يعينه. ليك عمي خليك انت وخيك صالح حده ما تتركوا بهالايام. ايه اكيد اكيد. هيك لك أنا طلعت أنت حبيبي وحيد. طب كمل لي كمل لي شو صاير مع أخوك وحيد كمل. والله يا بيي ما فهمت شيء. مو شفته أنت وحكيت معه؟ بلا شفته. اليوم رحت عزريبة وطعمت الغنم. عزريبة؟ باشا شو بدها؟ بدي روح مشوار صغير. تضرب أنت مشاويرك. روح روح. ايه كمل لي كمل لي شو قصة الزريبة؟ عجبتني هاي. ولا شي بيي قلت لك بدي اشتري غنم. واشتراهن؟ ايه بيي. ايه الحمد لله الحمد لله. دي حد اشتراهن يعني. هاي السمعة سمعة كتير طيبة مشان الباشا لانه ابن الباشا راعي. هاي لازم افتخر فيها كتير. انا بيي شغلة الغنم مربحة كتير وبتروق الواحد كمان. ايه منيح منيح مربحة كتير ان شاء الله. يا رب يا رب يربح يا رب يا رب. تجوزي؟ ايه تخيلي. من الحرام اللي معه سنتين ولا مره فتح لي كسيره. ايه خدي مبروك عليكي. لك اكيد مش هيك قصدي بس انه هيدا بيعني انه معلق فيك كتير. وهيدا شي منيح ومش منيح. صح. طب شو بدك تعملي؟ ما بعرف بس اسمعيلي بلش ينق مصيبه. مظبوط. شوفي انت شوفي انتصار شو هي المصيبة هلا بدي اعرف. عم تتسمع علينا انتصار؟ هيدا بيتي وحرة اعمل اللي بدي اياه وحرة اتسمع اللي بدي اياه. يلا قولي شو هي المصيبة. يلا قولي انت وياها. ما تكون هاي لعبة من بيا. بيا ما بطيق. ايه ليش لا؟ وحتى لو لعبة منه هي مش مفروض تصدق كل شي بينحكى. ما بعرف رح جن رح جن. يعني خلاص ما بقى في عرس؟ لا والله زعلت. أنا كمان زعلت كتير على خيي وحيد. بس انت يعني ما عرفت ليش تركوا بعد؟ لا بس اكيد الحق عليها. وشو عرفك انه الحق عليها؟ لانه خيي وحيد قلبه طيب وكتير منيح. هلا هو اكيد قلبه طيب بس عصبي كتير هيك بسمع. وانت شو عرفك؟
لا لا ولا شيء، بس هيك بيقولوا. ايه يعني هو عصبي بس كتير منيح وقلبه طيب، وجاب كم راس غنم حتى يربيهم. ولا؟ ايه هلا بيكون عم يرعيهم بالجرد. يعني هون؟ لا لا بالجرد الشمالي. اه فكرت. أميرة انت رح يجي يوم وتفلي؟ لوين؟ ما بعرف، قصدي يعني تعملي مثل الأستاذة؟ يشحطني من بيته؟ بعد كل شيء عملته معه أنا يشحطني من بيته؟ شفت يا معلم شفت؟ هيك هديك المرة عمل معنا. انتم عليه بس أنا؟ لخليل؟ مر يا معلم. بتسجل على وحيد سهرة البارح وسهرة هيدي المرة كمان، فهمت؟ ايه بأمرك. خليل باشا ليش جيت؟ اسمع انت وياه، وحيد جايب كم راس غنم، بدي اياكم تروحوا تاخذوهم. لوحيد؟ ايه لوحيد. عندك مشكلة؟ لا ابدا يا باشا، تكرم عينك. هلا منعرف وين حطتهم ومنسحبهم على اللس. بتاخذوهم على المغارة، مفهوم؟ ناخذهم على المغارة. تكرم يا باشا. معلم هلا عن جد بدنا نسرق وحيد؟ ايه ليش لا يعني؟ ولا شيء. اسمعني يا خليل، وانت كمان يا حبيب، وهيدي نصيحة كمان، بتضل معكم لنهار ما ماتكم. بشغلتنا مين ما كان يكون، بدك تسرقه سرقه، حتى لو كان خيك، وخصوصا إذا شحطنا من بيته. فهمتوا؟ فهمنا. منيح اللي فهمتوا. كل ما أسألك بتنكر. وين عم تروح بس؟ بدي أعرف وين عم تتخبى بس. قلي وين، قلي وين. ولا مطرح يا باشا، بزهق شوي بتمشى. إن شاء الله ما بزهق لما بمشي بجنازتك. شو بكم شو بكم شو في؟ لا شو بكم شوف ابنك. معقول إذا ضربته بتقول إيش عم تضربه، وإذا سكت وتركته بيفلت على كيفه. طيب روق هلأ أنا بحكي معه. ريت امشي. قلي أمين وينه؟ وطو. شو فهمت اللي منه؟ انه يعني انه اجا ورجع على البيت. شو يعني؟ احكي. يعني انه عم بقول انه نحن عائلته وهيدا بيته. هذا بيته؟ ايه. يعني رح يباهون؟ لانه هيك. لا 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 معناتها يا عيني اذا رح يباهون يا عيني، مو بس يا عيني، وامان امان 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 رح يباهون. صابر انت ليه ما عم تخبريني شو عم يصير معك؟ تتخلي هالحية نزهة تتحكم فيك. خوفتني يا امي، خفت تروح تخبر صالح انه انا مني حبلة، والله ليجن ساعتها يمكن يطلقني. عم تشغلك كتير؟ عم تفلح علي فليحة، كل يوم بتشغلني الله وكيلك. هالحقيرة طول عمرها قوية. تعبت والله تعبت. ليك امي بيتي انا كيف قايم قاعد ومكركب، وشو بروح بنظف لبيتها للست نزهه خانه. ايه ليكي ما في غير حل واحد. شو هو؟ دخيلك ايدي بزنارك قليلة. انك تسقطي الولد. ولد؟ ولد شو؟ مش ليكون في ولد بالاول؟ شو بك امي كذبنا الكذب وصدقناها؟ شو بك انفلجتي؟ روقي ولي. طيب كمليلي شو قصدك؟ كرمال تخلصي من نزهه. ايه تعملي حالك وقعتي عن الدرج وبتتوجعي وبتقولي انه روحتي الولد. ايه خلص نزهه ما بقى لها عندك شيء، حتى لو حكيت ما حدا رح يصدقها. فكره. بس شو يعني؟ راحت قصه الحبل وراحت قصه بيت الباشا. هلا يروح مش احلى ما تشتغلي خادمه هونيك؟ شو استوعبتي هبيلة خانم؟ خلصنا من وحيد، طلعنا أمين.
بس هذا غير شكل، هذا مثقف ومحامي، يعني اللعب معهم بده يكون غير. وإذا كان هاي أستاذة مدرسة وبنت رئيس المخفر، شو بدي أحسن من هيك؟ والله اشتقت لك يا وحيد. والله أنا كمان يا خيي، انبسطت كثير لما عرفت إنك رجعت. الله يسلمك. من زمان كثير ما اجتمعنا على الجامعة الحلوة. مبسوط فيكم قد الدنيا. إيه والله، إن شاء الله ما بنفترق. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طمنا عنك، شو أخبارك؟ إيش الحال؟ الحمد لله. شو القصة اللي صارت مبارح؟ بعتذر إذا عم بتدخل يعني، بس إنه عم بتطمن عنك خيي. لا لا، بفهمك. ما بعرف شو بدي أقول لكم، بس كأنه القصة خلصت. شو خلصت خيي؟ وليش؟ أنتوا بتحبوا بعض؟ خيي ما بعرف، بس في حدا بده الجهاز ما تتم. ما بعرف مين بعد، يمكن بيا، يمكن حدا، هي ما بعرف. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ليك خيي وحيد، انا البنت ما بعرفها، بس انت بعرفك ومنيح. ابن عائله وعائله كبيره، وانت حدا شهم وطيب والكل بيشهد بهالشيء. اذا بدك تتجوز وحده شايفه حالها عليك ورح تعمل لك كل يوم مشكل، نصيحه خيي انساها. ايه انا عم اقول لك انساها، يعني الزلمة بيتجوز ليرتاح مش ليوجع راسه. طلع بحالك، ولا مرة شايفك بهالوضع، بتلاقي أحسن منها بمية مرة. اوعى توقف حياتك كرمال بنت. خدها مني نصيحة، نصيحة خي. كيف يعني صعبة؟ لا صعبة خلاص، أمين بيسكن مع أخوه بس. يا خي ليه؟ لك ساكن لحاله أخوه بيتسلق وياه، شو بك؟ إيه شو إيه؟ ما فهمت علي؟ لك والله العظيم ما عم بفهم عليك. اسمعي اسكت ولا حرف، أنت الوحيد اللي عم تفهم علي. قنعه ينام عند أخوه ويسكن عند أخوه وقيم لك حلوانة. حلوانة؟ والله العظيم جن. يلا أميرة جيبي معك شي دفي لأنه برد برا. إيه إيه إيه. يلا يا بنات، العربة جنطرنا برا. يلا أنت صار خلصنا. شوكت منا بأوضتها، ليه منا معكم؟ شوكت راحت مشوار صغير وبترجع بتلحقنا على المحل. بتروح بعدين بتلحقنا؟ بتروح إساءة البدا وبترجع إساءة البدا؟ نازك وين راحت؟ ما بعرف. بقص إيدي من فوق إذا أنت ما بتعرفي. يا عمي انت ليه ما عصب علي؟ ما عم بفهم، بس تجي عصب علي وسألي إلها، شو دخلني انا؟ شو هيدا ولو؟ انتو شو عم تعملوا بوشي؟ يلا اطلعوا من وشي، اطلعوا لبرا. يلا يلا. انا فرجيك يا شوكت، انا فرجيك. هو هيك رح نساكي يا سامية. مين هلا؟ مين؟ ما في تفضلي؟ ولا بس شاطر تجي تبهدلني قدام البنات وتفل؟ بعدك متضايق؟ وحيد أنا كتير تضايقت على الشي اللي صار معك، فهم هالشي.
بس بنفس الوقت مبسوطة كتير. ما فهمت. مبسوطة شي وإني روح لعند أستاذي شتاني. قلت لك ما رحت. لكن ليش مبسوطة؟ ما عم تفهم وحيد، ما عم تفهم إنه أنا بحبك. إيه بحبك. أنت بدك حدا يقدرك وحبك، وأنا بحبك حتى لو ما حبيتني بحبك ورح ضل حبك لو شو ما صار. حلوة هالسهرة، زبون واحد. معلم معلم، عرفنا وين زبت وحيد. شو رأيك تروح تزيعها بالجامع؟ بحبيلي انت. حقك علي معلم، ما انتبهت انه عندنا حدا. تاني مرة انتبه يا بهيم. بأمرك معلم بأمرك. شو معلم، بما انه ما في زباين، شو رأيك نروح نسحب هالغنمات الليلة ونخلص منهم؟ مال جلادة زهقان. تلعب دق طاولة معلمة؟ يدقك على نيعك واخلص من صوتك. شو رأيك معلم، بما انه انت زهقان نروح الليلة نسهر عند انتصار بالمحل، مندوق العرقات ومنغير جو. جبت ابني خليل، شفت يا بهيم، شفت كيف بيكون الحمار الذكي؟ مش مثلك حمار غبي. يلا نمشي. معلم هذا شو نعمل فيه؟ تركه وقفل عليه، منروح ومنرجع وبتلاقيه بعده مثل ما هو. يلا مشوا. يلا يلا. على فكرة أنا ما بعمل هيك مع مين ما كان، بس الشخص اللي بحبه بتمنى تشوفني صح غير عن كل العالم. في حدا قلبه كتير طيب وكتير حنون. وليه؟ شو؟ ما تكوني بتحبي؟ يعني شو؟ انتبهي، نحنا منا من جماعة الحب والعشق، نحنا جماعة بدنا مصاري وبس. ما تكوني مش عم تاخدي منه مصاري كمان؟ لا عم باخد، ولو أكيد عم باخد. ايه منيح، ما تعطي شي ببلاش لو حتى بوسة. وين شوكت؟ بعد ما اجيت؟ لا رح تجنني هالبنت، رح تجنني. شفت شوكت كيف عم ينكب المصاري عليها؟ هيك نحن لازم نصير. اسمعي انت وياه، ما بدي تفضحونا هلا، منفوت منشرب منتفرج ومنفل. طهر معلم. كيف شكلي؟ معلم يا معلم. أفندي يا معلم. معلم؟ شو نحن كيف طالعين؟ ولمين رح تطلع فيك انت وياه؟ تضربوا ولا تنام؟ حقوني. هي أهلا يا أهلا بالشباب. اتفضلوا. ايه؟ متفضل. ايه تفضلوا من هون. من هون؟ ايه لا من هون من هون. ايه بس بالاذن.
تفضل تفضل يا أحلى يا أحلى. نورتوا المحل. منور بوجودنا، قصدي بوجودك يا قمر. أصحابك ما بدو ينزلوا معك؟ ها؟ أصحابك ما بدو يسهروا معك؟ بلا. وليه مجدوبة وياه؟ تضربوا من الاثنين. عرق. عرق. ايه عرق عرق. تكرم عيونك. ويلي شو حلوة. عرق يا أميرة. على فكرة أنا ما بعمل هيك مع مين ما كان، بس الشخص اللي بحب. انتصار دخلك هيدا شو بيعم ببحلق فيكي هيك؟ شو بيعرفني؟ ليكون ليكون شو بدي يكون يعني؟ روحي شوفي شغلك ولي بلا حشرية. يلا يلا. يا أحلى يا أحلى يا أحلى بالباشا. شو عم تعمل هون؟ شو عم تسوي هون؟ جاوب الباشا وليه؟ أنا؟ أديب؟ بشي يا باشا، قلنا منجي منغير جو. تغيروا جو بدل ما تروح تنفذ اللي كلفتك فيه. نمشي. يلا رح نروح نعمل بدك يا باشا. صح. يلا يلا وليه مجديب. بس يا باشا حساب الطاولة على مين؟ عندي. ليش ليش حطنا بالمحل يعني؟ شو محله؟ والله يا معلم كنا مبسوطين. بسيطة. بعدين بكرة بتشوف شو رح أعمل لك فيه. كيف الشباب؟ هلا عم نحكي عن واحد سكران واطن. لك زلمة كان بده يعمل مشكل. إلا من فل قبل ما تكبر القصة. يلا يا شباب. يلا. سلام. خاطرك. الله معكم. يعني ما فهمتوا شو اللي صار معه؟ لا ما فهمنا، بس أنا قلت له بديلك هالبنت، مش يعني منا منيحة. أنا ما عم أقول هيك، يعني يمكن يكونوا الاثنين منيح بس مش خارج بعض. ايه مزبوط. مرق علي كتير قصص طلاق، يعني بتلاقي الزلمة والمرة بيحبوا بعض وكتير بس مش قادرين يعيشوا مع بعض. يا لطيف. ايه هاي القصص هلأ غير أيامكم، المرة صارت قوية. الظلم بيمحي الحب وبيزرع أسى، بيخلق كره بيعمل قلب الرقة بتنتسى. وقت الظلم بيمحي الحب وبيزرع أسى، بيخلق كره بيعمل قلب الرقة بتنتسى. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق، أولك رح من خوف ويأسى ويفضل الفراق. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق.
بالفراق يمكن بكره يمحي امبارح ويصحي الاحلام واللي كان امبارح جرح تجرحه